حبايبي كيف حالكم؟ طبعا بعد التفاعل الأسطوري الخرافي على الحلقة الأولى من سلسلة تختيم هيل بلاي 2، رجعت لكم حلقة ثانية لأنكم بتستاهلوا إنه الواحد ينزل كمان حلقة. شكرا كثير عن جد على التفاعل، تفاعل أسطوري الحمد لله. الفيديو قاعد يضرب وقاعد يشتغل والناس قاعدة تشوفه وتحبه، وكثير ناس قالت لي إنه نزلنا الحلقة الثانية. فاليوم راح نصور الحلقة الثانية ونتابع معكم قصة سيونا. طبعا احنا اخر شي وصلنا جينا من هون حلينا اللغز تمام، بس انا عندي مشكلة واحدة بالخطين السود يا جماعة الخير، موضوع مزعج. يعني ليش مش حاملينها فول سكرين؟ انا مش فاهم ليش. يعني تعرفش يعني اوكي لعبة سينمائية وجميلة وتمام واقعية والجرافيك تبعها تطلع اشي خرافي، طب بس مش فاهم يعني ليش حاطين خطين سود هذول؟ انا فكرتهم بروحوا مع الوقت، او مثلا عن مشهد سينمائي معين. هذول لازم يعني برافقوك طول الجيم، انت فاهمين علي؟ طول ما انت بتلعب يا سيدي. اجمالا مش مشكلة، خلينا نبلش. سيونا مين هاد؟ طيب ايوه مديحة وبديعة بلشوا يحكوا. معناته الطريق من هون. بتوقع لعبة زي لو كانت عالم مفتوح راح يطلع اشي مخيف، يعني اشي مش طبيعي، تفهمين علي كيف؟ يعني انا بدخل اماكن بس ما عم بلاقي فيها اشي، يعني ما في اسلحة، ما في يعني ما في اشي ممكن تعمله بال 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 بالقصة غير انك تمشي بس بشكل خطي بشكل كامل يعني تمام. شايفين ما في اشي، حتى لو طلعت هناك مش راح الاقي اشي يعني. طلعوا طلعوا، فعلا اجمل لعبة ممكن تلعب فيها من ناحية البصرية، الجرافيك توب توب توب. هون شكلها بتحكي قصتها. انا الجزء الاول ما لعبته طبعا. رايحين على مصاصين دماء نحن، مش عارف، او الفايكنج. انا سامع صوته من هون. اوكي الدويجرات ينشدون شيء ما ينجذب اليك. الدويجرات هدول شكلهم جماعة بحبوا القتل والردح والضرب. إلتوغا لا أدري بصراحة. حلو مديحة وبديعة أكلوا رأي يا جماعة الخير. بنتين هذول بيحكوا في مخي مش طبيعيين، يعني مش عارف معمين أركز. الله يستر. قلتلكم مصاصين دماء هذول مش طبيعيين. هاي ها قلبي كان حاسني مصاصين دماء. لحظة حبايبي، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، قربنا نوصل 500 مشترك وان شاء الله راح نوصل 1000 مشترك. راح اترك لكم رابط الحلقة الأولى من هيل بلاي 2 فوق على الشمال. بتمنى لكم مشاهدة سعيدة. مستحيل نقدر لهم لحالنا، سيونا ما بتقدر لهم. طبعا يا جماعة الخير سيونا عندها مرض الذهان او الذهان زي ما انا حبيتها كثير بصراحة. وهي سكرين شوت
اللقطة هاي حبيتها أنا. أوكي نبلش. Easy to turn back, turn away. Okay. Every nerve is screaming with fear. Okay. Be quiet, run and hide. وانا اتخبى وانا اهرب. But to turn back is to lose yourself, lose your way. يعني اروح ولا ارجع. When the path ahead is clear, soaked in blood and bile, but beacon bright and clear. ما اقدرش ارجع لهم، بدي ارجع فرجيهم. سيون ما تخافي يا سيون ما تخافي. ايوه اوب 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 بولوا في بعض قاعدين. ها فعلا طلع بولوا بعض. I journey to these darkest lands. مين هذا اللي بيحكي؟ To heal those overcome by fear and hate. هذا شكله رئيس المنظمة. However dark it seemed. واو. I always found a ray of light. واو. ترى عشان تكونوا بالصورة عم بصور لكم 4K. In this wretched land, by far the darkest of them all, it seemed the shadow will never lift. But I knew I would find my light. Who is he? He knows her. He feels us reaching out to us in the dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. Our mission. Senua, would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it was an outsider who saved me. Hello. This man, his kin killed yours. You should want his blood, not to give him aid. طبعا يا جماعة الخير عشان 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 تكونوا بالصورة قاعد اصور لكم 4K تمام، وراح ارفع المقطع 4K بس عشان تستمتع بالتفاصيل وتوصل للمرحلة اللي انا كلاعب عم بتفرج عليها. انا بنظري افضل لعبة بصرية ممكن تلعبوها في حياتكم صراحة، فيها متعة بصرية مخيفة يعني. بالإنيميشن تبع الشخصيات، بالحوار، بالتصوير السينمائي، بالمقاطع السينمائية، يعني إشي 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 أبها بصراحة. طلع شو عملوا فيها. يلا 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 نطلع يلا بسرعة 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 بسرعة. أنا بدنا نهرب. طب من وين بدنا نطلع؟ من هون الطريق أتوقع. طلع كمية الناس اللي قتلينهم. أوبا جوهم غريب بصراحة. ليش الحكي يعني؟ طلع في ايد فوق على الشمال. هلا هلا قتلوها ذبحوها. understand this power. هلا عني يا زلمه شو هل
هل عني انا يا دوب اضلني في حالي بقول لي هلب كل اللي معي سيف ماي جاد يا باي شو مين هاد؟ She will bathe in blood, her sword will sing, and she will free. أها؟ لا أفكر. مسكنا. طلع منظره. طلع منظره. راح يكون في ذبح وقتل أس زي ما نشوف. هذا ما. لا 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 لا. سألو كيف أنا بتصب نسيت. هسه بفرجيك ودع الملاعب اجاني الثاني يا زلمة روح اخس لا يا بي يا بي يا بي صدي يا بنت الحلال شمالك ضرب بيتك بيتك اخيرا والله لا اخفيكم القتال فيها صعب كفو عليك يا سنوة كفو عليك وهذا من وين اجا؟ كفو عليك يا سنوة كفو عليك اللي بعده لا لا راح هذا واحد بمسكني والتاول بس والتاني بتناولني ايش فيه حرقني يا الله ده زنخ
يشد على السريع. مات ابن ولد. لا والله ما مات. انا اسرع منه. هاي قتلته خلص. تمام. مين ظل؟ يوه. كفو علي. Oh God. Oh God. علينا السمن واحد دواح بدي أخلص أنا. مات السريع. اوهو علينا. ولك روح بدك 60 سنة لتعرف تقاتلني انا سنوة. روح يا باي. كم واحد يا اخواني؟ كثار والله. ليش؟ هاي كمان مرة. ها لا 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 سنو لا 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 قومي 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 بسرعة بسرعة بسرعة. مو هذا ما بهزمنا أنا وياك. خلاص هاي شغلة راح. اطلع روح. قومي 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 قومي. خلصنا خلصناهم. ما ضل إشي. هسه هسه بقى هسه بقى بهربك يا ابن العم. هسه بهربك. اصبر اصبر بس علي شوي بس اخلص من مصاصين الدماء هدول. لبسهم غريب. بسرعة بسرعة. جهنم طلعت تحت الأرض. يعني كنا رح ننحرق. قطعت رجله. مجنين والله مجنين. طلع مجنون مجنين مجنين رسمي. اركض. شو بدك تعمل يعني؟ اركض بسرعة. اركض 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 بسرعة 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 بسرعة. ولعت الارض فيهم قد ما عاتوا. فسد فساد وفسق. We were lucky. والله محظوظين. والله محظوظين. طب مين هذا الأخ بس عشان نتعرف عليه هسا؟ It all just stopped. Yeah, it's daybreak. She'll have to hide from the light now. She will hunt us. Find our trail as soon as she can. You're not safe now. Let's go. طيب يلا انا وراك. جو هيد برو. واو طلع بس تفرجك بشغل. طلع تفاصيل الصخور. طلع وابعد نقطه بتفرج عليها بتلاقوا فيها تفاصيل. نطي
انا هاي اسمه فار اتش فار جيرمر حتى اسمه صعب and to something else to a massacre what was that and they took me as well but he was not like why were you bound to that pole what were the Draugr doing calling to the creature drawing her forth with her thunder and blood called through death and I was an offering قربان why were they calling it it killed them are we safe now they seem to worship her he seems too calm what if she comes back Dark heart seems to speak to their own. بس شوفوا لي هالمنظر هذا بس. بس شوفوا لي هالمنظر هذا بس. طلعوا. طلعوا ما أجمل المنظر. واو. Everyone is dying and you know they will blame you. Everyone does. We do. What are you going to do? What can we do? بس فيها لاق إشي بسيط لما بتلف الكاميرا يمين وشمال شايفين مش ملحوظ مش ملحوظ يعني بس شوي مزعج. I need to return home to my people. Go with him. He can help you. If you come with me, I will offer you what help I can. راح أقدم لك المساعدة. The creature stalks my village. We can offer you refuge. شلالات. شلالات معين من هون. They have no hope. To my cost. To everyone's cost. She haunts this land. They have lost. From here to my village in Red Hill. If we go with him, she will find us. We will find her. Maybe you can fight her, Senua. مش عارف. So you're from Orkney. هذا وراح يودينا مش عارف. How did you come here? Viking. As a slave. كعب. I have the slave master tied down there. He brought you here. The master. Maybe he escaped. We don't know his name. We do now. Thorgestr اسمه طلع هلا we need to go there he knows you know it can you tell me how to get there yes but why would you جينا كل المسافه هاي لفوق حلو you need to go there Senua don't doubt don't be a coward he can help you he will show you the way you don't need that monster what was the name Thorgestr اسم غريب. What a terrible thing this is. The Draugr were always savage. This is worse than I ever thought possible. Wow. طلعوا. يلا امشي امشي يا حج. ارشدنا للطريق الصحيح يا حج. احنا ماشيين خلفك. ولا إشي ولا إشي واو لساته مربط What are you going to do Senua You know what to do We don't need him anymore What do you want to do about him Nothing Leave him I don't need him You can tell me where I need to go He cares about him But if you leave him he will die Draugr Simply starvation. Don't doubt, Senua. If the Draugr took him, it would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. يا بنات طولوا بالكم خلنا نفهم. طولوا بالكم يا بنات خلينا نفهم منها شو بدها تساوي. معلش. A wound looks bad, Thorgestr. I don't want to talk to you. If you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. Not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is. Ildtoiga. So many questions. Hello. She's a giant. They awaken at sundown. Ildtoiga. A giant. A cursed land. But now Hello. She has help. Vargrimmar knows this land.
Many have tried to fight them, but all have failed. They're immortal. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants hide by day and hunt at night. تمام وصلت الصورة. You might think, well, at least there's some respite by day. But know this, the nights grow longer. And come winter, there is no day, just endless night. Endless night. The time of man will end. الله يبشرك بالخير حبيبي. يعني بالأخير نحن راح نموت. امشي يا رج امشي امشي يا رج امشي. My settlement. مستوطني سنة قاطعين كل هالمسافة. Promised them a new life. Called this home. Escape from the madness and misery across the sea. For some time you were happy. Like us. We were happy until when the volcano and the darkness came. A monster started enslaving people. Iltoga stalks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. We're starving. يا حرام يا حرام. We tried. They failed. No matter how far we get by day, as night falls, she hunts us down. And there are children here. People too weak to run. We're trapped. ما تخاف أنا وسنو راح نحرر لك موطنك. وراح نزرع لكم اياها قمح ان شاء الله. شو ها؟ اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. يا للهول. شو ها؟ فكرتها مش عارف. ابقار وناس ميتة يعني. قربنا نوصل نحن على كل الاحوال يعني. Gods, what a ruin! ما أقول كل هذا هم عملوه. Where is everyone? On the rocks, high. برجيكم شغلة يا جماعة الخير. طيب طلع. طلع. كيف بدي أطلع لفوق في هاي؟ شوف. شوف وقفته هذا. شوف سينما. أوكي. Safe. You should have joined us when we offered you the chance. There is no honor in the path you've chosen. Say that again, old man, and I'll gut you like a fish. Up, 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 up. Thorgester, have a look around you. Have a thought as to who your real enemy is. What does he mean? Who is the real enemy? The giants are the real enemy. العمالقة صار في giants. There is no honor in the enslaver's path. Which path did he choose? طلع حواليك شوف. طلع الخراب والدمار اللي في هالجزيرة يا زلمة. طلع مش فاهم يعني فوق ما هاد انت بتعرج يعني. انا اذا دبيتك من هون راح توقع. ركز معنا فرجستر شو مالك. لسبوكم معلش. أيها الرجل العجوز. She feels it now. A tremor on her skin. A being taking shape. وين هسه؟ شو في هسه؟ يا المفروض أنا أدخل هون؟ آه دخلت. المستوطنة مستحيل. الدمار يا زلمة. حلو حلو. انا كمان. ويت إلتويغا. حبيبي she's here. You need to run. Iltoga? Run! She's here.
Let's go. Get to the hills. Get out of here. وين؟ اوكي بسرعة 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 بسرعة. ايش فيك انا ايش؟ وين اروح انا مش فاهم يعني وين؟ هسه تركت الدنيا كلها بتلحق وراي انا؟ بسرعة 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 بسرعة. اوبا بسرعة 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 يا سنوة. اركضي اركضي اركضي. من وين الطريق هي؟ كملي يا بنت الحلال بسرعة. صنع صنع صنع. طب وين هاي؟ مش عارف. هاي تحت الأرض. حلو. اوب 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 اوب. شو ها؟ مين هذا؟ ف شو اسمه؟ She will not spare you again. Go. She's coming back. There are some wills so strong they dream. يا حرام انا كبر في عيني في روجستر هاد بصراحة لانه انقذنا. من جد مش فاهم مين هاي التوغا. It tore open the wall between this world and Jotunheim. Now this world suffers too. The giants came flooding from the east, killing and eating whomever they could lay their hands on. Now some of us, we hide. You have to fight, not hide. Make defenses, struggle on. And some of us, use others to stem the tides. Others? What do you mean? Shall I tell her, Thorgestur? Tell me, tell me. Shall I tell her what your father's been doing? What else is there to do, Fagrimur? We found a way to keep our people safe. He is part of it too, he believes. Your people are dying. There is no other way. Tell us, what are they doing? The Goði of Borgarvirki is using slaves. Slaves from your lands. Sacrifices. Sacrifice? He's offering them to the giants so that his people will be left. He is innocent people. Evil. This stops now. He is a monster. You can't stand alone against us.
والله انك ما بتستحي، هسه بحكي انك كبرت في عيني. Guilt. It's impossible. I have killed a god, Fagrim. Nothing is impossible. No. حبيت. There is no way. He is right. حبيت. حبيت. The gods cannot be killed. You can't. You deserve this. Why did you come here, Senua? To stop the slavers. You thought you were helping them. And now you are stranded. Can't stop them. You طبعا اللي بيحكي هذا الظل اللي وراها. ليش طيب تكسر مجاديف يا زلمه؟ I will kill the giant. رح نقتل العمالقه. You can't kill the giant. طبعا هون حبايبي بتكون خلصت الحلقة التانية من سلسلة تختيم هيل بلايد 2. استنوني بحلقة ثالثة راح تكون كمان اسطورية، وان شاء الله ما راح اتأخر عليكم. واذا اول مرة بتشوف القناة تبعتها لا تنسى السبسكرايب، تكتب لي كومنت لطيف زيك تحت، تدعمني ولو بكلمة طيبة او حتى انك تنتقد المحتوى، انا ما عندي مشكلة. تمام، بشوفكم على خير وان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو. دمتم بخير.